صفحتي سوبر وان معنا اليوم نتابع فيها حوارا حصريا للمدرب الوطني لأسود الأطلس قبل أيام قليلة من انطلاقة إذن مشوار المغرب في المونديال. وليد الرقراقي وعد الجمهور المغربي بتقديم ما يجعلهم فخورين بمنتخبهم وقال: إذن أنا رجل المرحلة، لافتا إلى أن الإصابات العضلية أكثر شيء يطير النوم من جفونه. الرقراقي أضاف: تحدثت مع عبد الرزاق حمد الله مرتين وقلت له لن يعيدك للمنتخب الوطني إلا عملك.